17 ديسمبر 2010 وكنت دير معايا انا من الستة متاع العشية والأكثر بشوية، لأن الخبر والحدث اللي صار ما كانش، الحياة الإعلامية والحياة الصحفية ما كانتش طبيعية في تونس. كان تنقل الخبر كان بصعوبة جدا، كنا معناتها نستعمل الطرق البدائية اللي هي الفيسبوك ولا البلوج، وتنقل المعلومة كان صعيب ياسر. وصلتنا معلومة أنه بعض التحركات بدأت في سيدي بوزيد مع الستة متاع العشية، وبدأ يهبط أول فيديو على أنه شاب تونسي يخدم خضار قام بحرق نفسه أثر أنه امرأة تخدم في مراقبة بلدية تعطيه كف. أثرها بدأت معناتها أول أحلام سيدي بوزيد وأول تحرك وأول ناس بدأت تتكلم قدام مقر الولاية، وعلى أثره تقريبا بالنسبة لنا كان الخبر شحيح ياسر في تونس، كانت قلة الأخبار اللي توصل لنا. على أثرها حاولنا على أن الخبر هذا نتعاطاه معه بأكثر جدية وبأكثر مهنية وبأكثر حرفية، ونحاول نوصلوه للناس، وقع تداوله بشكل كبير على صفحات الفيسبوك. وقمنا بمهمة أخرى هي أن نوصل الفيديو هذوما للقنوات العالمية كما الجزيرة العربية وغيره، والجزيرة قامت بنشر الفيديو هذا واخذ صيت على نطاق واسع. وما كناش نتخيلوا انها ثوره وانها حتى انتفاضه وانها تحرك شعبي، لكنها جزء من محور معناتها بتاع الظلم والاستبداد والقهر والتهميش الطبقات هذه اللي قاعده يتواصل في تونس اكثر من 23 سنه.